تجولت كاميرا رشيد في منطقة الفضل بجانب الرصافة من محافظة بغداد، والتقت بعدد من المواطنين الذين عبروا عن معاناتهم من قلة الخدمات المقدمة لهم. والله الشغل عامة هسه كله واقف، عامة المصالح كلها واقفة. يا ريت يعني فرصة عمل، يا ريت. والله احنا من احنا صغار وانا وابو سيف نشتغل بهالمصلحة، بس هسه الشغل عامة كله واقف، يعني يا دوب بس العلاقة نحصلها. نقول الحمد لله. بس منطقة شعبية اعتقد ان الظاهر يعني واي واي، بس ماكو اي ما بيها بيها حركة ناس، بس عالم ماكو، يعني عالم ما عدا يعني تحسب للالف، تحسب لل 500 برقبتها ايجار، برقبتها مصاريف، برقبتها شغلات، واغلبيتها رواتب ما عدا يعني قوتها يوم بيوم. نقول الحمد لله، عسى وعلا، نقول عسى وعلا والحمد لله. حاويات ماكو، اكو نقاط، يعني نقاط ويجمعون بها النفايات، بس حاويات بالمنطقة هناك وبا بس على الشارع. بس هم والله ينظفون بس ما يلحقون، يعني شنو عامل واحد بس واحد محمد هسه طلع هيج عامل واحد زين، عامل واحد شو يسوي؟ يعني عامل واحد يملك هاي المنطقة من هناك لهناك مين ما اي قديمة وفروع يعني، وهذا احنا هسه بيا سنة بالعربانة، يعني ما يقدر يوفر له ستوتة، يوفر له هاي المليارات اللي عند الدولة نايمين عليها، يعني ما يقدرون يفكرون بهاي العالم خطية. يعني هاي احنا ما نسميها منطقة، مقبرة هاي، ما حد واصل لهاي المنطقة. مين يجي بس وقت الانتخابات؟ هاي هنا يجون، ايه يجون هنا حتى ما نعرفهم، يجون يوزعون للعالم حصص وهاي بعدين ينزمون. لا هاي العالم الذبية، العالم الذبية. هذا صورة مباشرة والله، يعني بنص بغداد. احنا اهل الاول يقول لك قاموا رفعت ايد، هاي قاموا رفعت ايد، تفضل باوعها. هذا المكان ما حد واصله ولا كاميرا واصله. لا 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 هاك تفضل، جت عدة قنوات بس لا حد شايفه ولا حد يندله. رسالة لأمانة بغداد والأمينة بغداد تحديدا، انه هذا وضع الناس بهذه المناطق، يعني الناس تجمع النفايات تشمرها في هذا المكان. هاي الحاوية الأرضية، من اقول لك اكو حاوية أرضية. هاي حاوية أرضية؟ يعني بالقع ذبوها هي، والولد خطية اللي حير بيها. هذا على محل 117 كلها، شو يريد يسوي؟ وحده. شلون اخوي؟ شو اخبارك؟ قواك الله. والله حيل. شلون صحتك؟ 80 دقائق على اثنين. جايك انا عمي جايك. انت بس وحدك هنا بالمنطقه؟ تعال 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 هنا تعال اخوي. هاي الدرابين يمكن ما حد واصل، احنا وصلنا لها. ابد. وحدك هنا؟ وحد يعني هنا. اقول لهم على عامل ما يعطونا. اي؟ اي. يعني انت كم فرع عليك هالستة؟ هو هذا. والمدرسة وبعد عباس افندي والدرجات هناك ايه كلها عليه ايه كلها. شنو اللي منطينك بس العربانة والكرك؟ بس عربانة وكرك هاي ومو العربانة مو مالته؟ ايه يعني العربانة مو مالته؟ ها؟ مالتي ايه مو من عندهم مو مال الدولة؟ الدولة لا والله هم نصورها هم نصورها، يعني عامل نظافة موظف بأمانة ها؟ عقود يعني اي، بس هو مسؤول عن الامانه، منطينا هاي العربان او هو جايب عربانه مالته ويشتغل بيها حتى يلم نفايات المنطقه. زين انت ليش وحدك يعني ما قلت لهم؟ ما يخلون. ها؟ كم مره اقول لهم على عامل ما يعني انت تقدر يعني هاي تلمها كل الزباله؟ والله ما اقدر، اسوي يومين. يوم على هذا الفرع ويوم غير بكره. يعني اشتغل. زين هاي منو اللي يجامعها؟ الناس جامعتها؟ اي الناس غير تجي وتذب من فوق. أي. من هاي ترى من امثاله، يعني انت لا تستغرب بس هاي القطعه، لا يعني اذا تريد تحسب ست بيوت سبع بيوت تلقي مثلها نفسها، هسه موجوده الثانيه خمس بيوت هسه اشوفك اياها نفسها بالضبط نفسها هي خمس بيوت منا انا هسه، هذا البيت الاول الثاني الثالث قطعه ارض المن تابع مان عالم مال عالم مان عالم مان عالم، يعني شلون اقدر اقول لك اياها؟ لا حول ولا قوه. شو يريد ينظفه؟ ينظفه اليوم ورا اربع ايام تملي، وهاي بتدري هاي الامراض والحشرات والحياية والعقارب وكذا وكلها.